جدي هو اللي حببني في تبوريده وهو اللي دق فيه هذيك السكنه ديال تبوريده رغم الصعوبات والمشاكل، يعني تتفادى اي حاجه كتجيك منها اللي كتزيد تحبك في تبوريده رغم الالفاظ اللي كتسمع ربما تحرش لفظي. الرجال ديال الباديه كي انهم ضد الفكره ديال البنات انهم يركبوا، ما كيساندوهمش، ما كيخليو ما يقولوا فيهم، ولكن في نفس الوقت هما البنات ما كيحطمهمش، كيبقاو غادي لقدام. دابا حنايا كننظفوا الكوارة الخيل باش يدخلوا ان شاء الله في العشيه يكونوا مرتاحين. يعني نظافه العود كبحال حنايا كننظفوا راسنا حتى حنايا كما حنا كنعومو، حتى هما خاصهم يعومو كما حنا بلاصتنا نقيه، حتى هما خاصهم تكون بلاصتهم نقيه. الخيل بالنسبة لي عندهم قيمة كبيرة في قلبي، ما نقدرش نوصفها لك واخا نقول لك، يعني حتى نيا واخا فين ما نمشي نخرج من الدار، يعني نسافر نمشي اي بلاصة، يعني خصوصا الى سافرت غادي نرجع محشى الخيل بزاف لواحد الدرجة. علاقتنا بالمقدمة علاقة مبنية على الاحترام، كنحترموها وكتحترمنا. المقدمة ديالنا هنا في الدار ولا في الوقيته ديال لونطريمون كتعاملنا كاختنا، كتحببنا في التبوريده، كتحببنا في الخيل، كتورينا داك الشيء بطريقه زوينه، بطريقه اللي يقدروا يفهموها البنات. العام زينه معاك هنايا في التربه في هاد الصيف، يعني هو اللي تيكون عندنا المهرجانات، هما اللي كنمشيو ليهم وكيكون عندنا واحد المتنفس الوحيد، يعني هو الموسم نمشيو له. ولكن جات هاد الجائحه كورونا هي اللي حبست علينا تبوريده كامله، يعني خلاتنا نبقاو عير الدار، الخيل عير في الدار. ولكن يعني حنايا يعني كنهضر على صوربتي انايا، كيجيو عندي البنات كنخرجوا الخيل.